أنت لا تتوقع أنه جنة الدنيا أن تقعد ببيت مؤثث ومكيف. جنة الدنيا هي سجنها للمؤمن. يقول الإمام الباقر: والذي نفس محمد بيده، إن البلاء أسرع إلى المؤمن من قطرات المطر إلى الأرض. جنة الله إليك بالدنيا هي أن تضيق عليك تصير سجن لكي تحظى بالآخرة. البعض عنده شوية نقدر نقول إنه فهم خاطئ، يعتبر إنه الجنة الدنيوية إنه الله سبحانه وتعالى يطيف كم سيارة، بل هي من هذه شو اسمها، إذا تعرفون اسمها، أنا ربما أنا لست ملما باسمها، لكن هي تنتمي لفئة المرسيدس، لكن أنا ما أعرف شنو موديلها، وهي مشتهرة بين الشباب، بلي سي اس او اس سي او ما اعرف. يتوقع انه الدنيا هي ان يمتلك هذه السيارة، ويتوقع ان جنة الدنيا ان يمتلك بيت دبل باليوم او بيتين او ثلاثة او مزرعتين او اربعة، فيتوقع ان الله عز وجل اعطاه جنة الدنيا. لا، انت متوهم، جنة الدنيا هي البلاء. أليس الله قد أعطى جنة الدنيا لأمير المؤمنين عليه السلام؟ فما هو حال علي بن أبي طالب؟ بلاء. أليس الله قد أعطى جنة الدنيا لأهل البيت عليهم السلام؟ فما حال أهل البيت؟ بلاء. هذا التاريخ يتكلم ولست أنا من أتكلم. أليس الله قد أعطى جنة الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ شنو كان حال رسول الله؟ كان ينام على حصيرة من قصر، وينام وهو خميص البطن صلى الله عليه وآله، لعله ثلاثة أيام ما يأكل. أحمد الله أنت هسه تأكل بطيخ وتأكل رقي وتأكل عنب وتطب للأسواق، تأخذ وتلملم وتطلع. رسول الله ما كان موجود كل هذا، كان يقدم له التمر، يصنعون له التمر. نعم، وأكلات بسيطة صلى الله عليه وآله، هذا كان أكله من حطام الدنيا. جاي أنت تقول لي جنة الدنيا هي السيارات والبيوت والمزارع؟ لا، استيقظ يرحمك الله، استيقظ من الغفلة التي أنت فيها.